السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله جبت لكم طاجين بسيط ديال صدر الدجاج بالبصلة والزيتون المعروف، وللناس اللي ما كيزعموش على اكل صدر الدجاج حيت كيبقى قاصح، جبت لكم حيلة او فكرة اللي كنطبق باش كيجي فتي وبنين. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التفاصيل. بالنسبة للمكونات هادو هما، غادي نبداو على بركة الله. في واحد الإناء غادي ندير العطرية، عندي هنا نص معلقة ديال سكنجبير، معلقة صغيرة وراس معلقة صغيرة ديال الإبزار، نص معلقة صغيرة ديال الكمون، راس معلقة صغيرة ديال التحميرة أو بابريكا، كذلك راس معلقة ديال الخرقوم. عندي هنا 3 حتى 4 ديال الدروز ديال الثومة محكوكين. عندي هنا شوية ديال الملون قليل فقط، واحد راس معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الدجاج إلا كانت متوفرة. هنا عندي الربع قزبر ومعدنوس مع شوية ديال الحامض مصير مقطع. بالنسبه للملحه غادي ندير غير واحد شويه فقط، لان الدجاج مغسول بالملحه القليل فقط. ثم غادي نضيف الزيت، عندي هنا نص كاس ديال العنبه مخلط ما بين الزيت البلديه وزيت المائده. غادي نخلط كاع هاد العناصر مزيان. هذه هي الشرموله اللي غادي نشرملو بها الدجاج ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للدجاج انا عندي هنا صدر الدجاج مقطع قطع صغيره هكا كما كتشوفوا، وعندي هنا واحد جوج دروز ديال الثومه. غادي ناخذ داك الصدر ديال الدجاج غادي نثقبو بالموس، وغادي ناخذ داك الثومه نبقى ندير واحد الطريف لداخل، هكا كيجي داك الصدر ديال الدجاج فتي وكيجي بنين، واحد البنه خرافيه. جربوا هاد الطريقه على ضمانتي. وكنصيحه توفيريه، الطاجين كما كتعرفوا كيشد الوقت بزاف، لذلك منين تبغيو ديروا الطاجين سواء باللحم او بالدجاج قطعوهم قطع صغيره، وكذلك الا كنتو غديروا الخضر اللي كتشد الطياب قطعوها قطع صغيره، هكا كتضمنوا الطاجين ديالكم يطلع عليكم اقتصادي وسريع. ومن بعد ما درت كاع داك الثومه في داك القطع ديال الدجاج اللي عندي، دابا غادي نديرهم في داك الاناء اللي فيه الشرموله، وغادي نشرملهم ونخليهم هكا واحد 10 دقائق تشرب لي الشرموله بين ما وجدت الطاجين. بالنسبه للطاجين، الناس اللي شراوه اول مره وغادي يستعملوه للمره الاولى، الطريقه اللي كندير انا هو كنبيته في الماء، كنغرقه في واحد البانيو ديال الماء وكنخليه يبات في الماء. هنايا عندي هنا البصله مقطعه شرائح غليظه شويه، غادي نفرشها في الطاجين، يمكن لكم ديروه دواور. غادي نفرشه في الطاجين وغادي نستف عليه داك الطروفه ديال الدجاج. هنا كإضافة كنعتذر ما ذكرتهاش مع المكونات، اختياري بطبيعه الحال الهريسه، عندي هنا واحد نص معلقه صغيره ديال الهريسه كنضيفها على داك الدجاج.
وفي هذيك الشرموله اللي شطت لي غادي ندير فيها البصله. عندي هنايا واحد 3 ديال البصلات متوسطين مقطعين شرائح رقاق، غادي نضيف عليهم واحد نص معلقه ديال القرفه والملحه القياس ديال الملحه، وغادي نخلطهم بيدي مزيان. وانا كنحل في داك البصله ثم غادي نديرها من فوق. واخيرا الزيتون غادي نزين به هكا الطاجين. هنا الطاجين ما يحتاج انك تدفي ليه الماء لانه فيه البصله كثيره، غير هي غادي تطلق داك الماء ديالها. غادي نسد عليه وغادي نديرو فوق العافيه. في الاول تكون مجهده حتى يسخن الطاجين، من بعد نقص عليها ونخليه يطيب على خاطرو. اما لهاد البلاصه هذه فانا كندير فيها الماء. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. مع السلامة، الى الفيديو القادم ان شاء الله.